بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكر سالم ومحمد علي، بصراحة يعني كانوا اليوم معاي، تحملوني شوية، يعني شوية تيست بسيط سريع. اللايتس للحين الليلة إن شاء الله أحاول أنقلهم مكان ثاني، بس لقيت طريقة. أنا سويت سيرش هني على اللايتس، قاعد أضبط اللايتس شوي شوي من هني. أقول له نيكست لايت، أغير لونه. ما أدري شلون. المهم نيكست. ف قلنا له نيكست. سلون ما أدري شلون يتغير. أخلي أخضر. أوكي قاعد يتغير أونلاين. اوكي مثلا كذي. نيكست لايت، الاضاءات جبتها من المايه. سويت اكسبورت اف بي اكس، واعطاني بس مبدئيا رندر مو عاجبني. فيو بورت سريع، يمكن اكيد فيه سيتنج اكيد، يعني مثل فاينل جذر والسوالف هذه بالمايه اكيد موجوده هني. خلينا نشوف الرندر. اوكي توهق طبعا بالكاميرات. روب نتورك، الله قمنا نتحلم روب الحين. المهم اخترت الكاميرا هني، كاميرا 1. سويت سالم قال لي سوي كاميرا جديدة، سويت كاميرا جديدة. اوكي مش الحال. وين الرندر؟ الرندر 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 وين الرندر؟ في هني. شنو هذا؟ ري تريس. يلا بعدين نشوفك شنو. خلنا نقول له شنو هذا؟ فيزيكال بيس رندر، هذه جديدة. انيبل ديبث، ما ادري شنو هذا. يلا خلينا نسوي نجرب تجارب. بس وين الرندر؟ الرندر معلش. اكيد الحين اللي قاعد يطالعني قاعد يقول لي اصعد روح تعال. يخاف. نرجع مرة ثانية عند اوبجكت، نقول روب نتورك. اوكي هني المفروض تطلع لي ايكاي رندر تو امبلي. ضغطناها الحين عندي هني. هذا الرندر اللي قبله ما عجبني انه في اضاءات يبيلها وفي شغلات، فخلينا نشوف مدة الرندر. حتى مدة الرندر ما قاعد تطلع معاي ايش كدر. خلينا نشوف الطريقة هذه. يلا يا ابني ليش طولت؟ اوكي اضاءات وايد قوية، يعني يبي لها تخفيف شوي. بس نلاحظ ان الرندر شوفني 1%، 2%، بس الوقت وين؟ ماني عارف الوقت وين. بس الحلو فيه كأنه مثل ال الفي راي، تصير بالباك تقدر انت تكمل هني. اعتقد اي تشتغل عادي، يعني الانجن اللي فيه مثل الفي راي. عندي هذيلا انيميتد وهذيلا يابلي هذا انيميشن، بس في مسوي انا بالمايه لوب انيميشن، هذه لازم هم بعد موال ثاني لازم نتعلمه. وهذيلا فيهم بند حق الكتاب، في ديفورم بند، يعني هذا بروجكشن. برودكشن مسوي محمد علي محمد عبد الهادي،
إن شاء الله راح يعرض برمضان حق الشيخ محمد العوضي. رندر 28% طول صراحة، ظاهر مساعد ما طول معايا أنا لأنه ما كان في إضاءة، أو يمكن عشان فتحت الفيزيكال أو شيء طول هالمرة. نرد نفتح مرة ثانية الحين نشوف. ثمانية 30% هذا شنو استوب؟ اي استوب شكلها هذه، نقول له استوب. اوكي خلينا نشيل هذه اللي ضفتها انا فيزيكال، نحط الراي تريس ونشيل هذا الدبث. خلينا نشوف الحين اوكي نجرب الحين. ما ادري وين وقت يطلع هذا، ما ادري شنو هذا، شكله وقت بس مو الوقت. اتش دي ابي اغير هذه الاتش دي، انا هم مو عارف، ماني عارف بصغر الحجم من الرندر، ماني عارف من وين. اوكي بدا يرندر اسرع شوية، 3% 4%. نبي الوقت. هذا شنو؟ هذا القامة ممكن نحطه 1.3. اوه القامة حلو حلو، اوه يعطيك اونلاين. زين هذا شنو؟ اوف شنو هذه؟ تعال عبد العزيز تعال تعال، شنو عندك؟ شنو هذا؟ ديناصور؟ ما تخاف من الديناصور؟ تعال شنو انت؟ وين؟ اشوف تعال ورني. هذا عبد العزيز، هذا عبد العزيز. نو شو اسمك انت؟ عزوز. عزوز شنو؟ شنو اسمك؟ واو شنو اسمك زين؟ عبد العزيز نواف علي. شاطر، كم عمرك؟ كم عمرك؟ سب. اي من وين جبته هذا؟ سب. اي من وين جبته؟ شنو لونه هذا؟ بلاك وبلاك وريد. شاطر هذا عبد العزيز، خلص الرندر. يلا احكموا لنا عاد الحين بوقف ال بابا.